عظيم. السمنة المفرطة تأثيرها إيه على وظائف الجسم واحدة واحدة؟ السمنة المفرطة والسمنة بصفة عامة، أولا القلب طبعا، لأن ممكن يكون في بالأكل غلط ممكن يزود الكوليسترول، والكوليسترول ده ممكن يسبب مشاكل في القلب وممكن يسبب لنا حاجات تانية. نمرة اتنين الأمراض العظم كمان، اللي هو الالتهاب في العظم والكلام ده كله، والفقرات، ما دي كلها من السمنة. الأهم من كده بعض الأمراض السرطانية بتيجي من السمنة، فإحنا لازم ما نقولش بقى ايه وهو الامراض ايه وده لا مش هيحصل لي انا صغير. بيؤثر على الخصوبه يا دكتور، ودي مهمه جدا، عشان كده هتلاقي في ناس كتير قوي يقول لك انا لازم اقل في الوزن علشان اخلف. طب ليه؟ علشان في دهون كتير على المبايض، او مفيش تنظيم في الدوره نتيجه الدهون الزياده، او ممكن تكون مقاومه الانسولين، فبياخدوا العلاجات المناسبه تحت اشراف طبي وخلاص، ده الاهم. وهو لما تاخد العلاج هتقل في وزنها، نسبة الإنجاب بتبقى عالية جدا، أكتر من لما تكون واحدة عندها زيادة في الوزن.